اتسابوا عشان طيبة قلوبهم الزايدة، اتسابوا عشان كانوا باقيين، اتسابوا عشان كانوا بيخافوا وبيصونوا، اتسابوا علشان اتفهموا غلط، اتفهموا ان اهتمامهم وخوفهم كانوا مدلوقين، اتسابوا عشان كانوا بيتعاملوا بطيبتهم من غير اي تصنع. فانت لازم تخلي عندك اكتفاء ذاتي لدرجة انك ما تزعلش لو شخص بعد عنك مهما كان مهم بالنسبة لك. مش مسألة نسيان العشرة، بس من باب محدش مغصوب على حد، اتعود ان انت تعرف تتأقلم لوحدك. ما تبنيش سعادتك على حد قبل ما الدنيا تخليك تتعود بالعافية. ما تزعلش على اي حاجة تروح منك، ربنا هيعوضك بالاحسن ويفرحك. واوعى توقف حياتك على حد، اتأكد ان انتوا الاتنين مش خير لحد، وخليك عارف ان ربنا هيرزقك باللي يستاهلك. ما تسيبش نفسك للحزن والاكتئاب يهدوا فيك، فرح نفسك على قد ما تقدر، ومهما حصل معاك اوعى تفقد الامل. استنى تعويض ربنا ليك على كل حاجة انت خسرتها، عشان انت لو عرفت العوض اللي مستنيك مش هتزعل ابدا على اللي راح منك، واكيد هيجيلك حد مستنيك زي ما انت كنت مستنيه بالظبط.